عجيز. احنا هنتواصل بالتاكيد من خلال فقرات الصباح وفي هذه المره نجوب الى واحده من الامكنه السودانيه وحكايه الامكنه دائما تدعو الى الدهشه والجمال مباشره حنذهب الى تخوم كردفان الغره لها وعليها المناطق ممكن تكون جميله وطبيعيه جدا ودعوه للمتابعه بالتاكيد نعم على طريق المرور السريع البيض الخرطوم وعلى مسافه قريبه من الرهد ابو دكنه تستقبلك منطقه الله كريم واحده من قرى كردفان الوادعه ترقد على احضان الرمال الذهبيه يطوقها خورب حبل من الناحيه الجنوبيه تخترقها في تقاطعات شوارعها الفسيحه تميزها البساطه في كل شيء تجسد طيبه اهل كردفان وكرمهم أسسها مجموعة من المزارعين قبيل منتصف القرن الماضي واشتهرت عند الناس بإنتاج الطماطم البلدية كما يسميها الناس هنا في أراضي خورب حبل ذات الخصوبة العالية والمياه الوفيرة بالإضافة إلى زراعة محصولي الفول والسمسم وانتشرت فيها عصارات الزيوت البلدية وبذلك زاد عدد سكانها يؤم المنطقة من جهة القبلة مجمع طريق الحق الإسلامي الذي يعد منارة للعلم والمعرفة يقصده طالب التفقه في الدين من الدول المجاورة للسودان يعد المجمع الحافظ لقيم الإنسان يتشربون العلوم والأخلاق من تجابة القرآن ويدرسون سبل الحياة القويمة بين الخلاوي يسكنون بجواره يتحصنون بصوت القراء ليلا ويقبلون على عملهم بدافع الدعاء الصالح بالرزق الكريم والتوفيق في العمل والحفظ في الاهل عند بداية إنشاء الطريق المسفلت الذي يربط مدينتي كوستي والأبيض، صارت الله كريم المحطة الأهم في مسار الطريق. يتناول المسافرون من الأبيض وجبة الإفطار بها، ويتوقف القادمون إليها في الله كريم لتناول وجبة الغداء. وزاد من شهرتها لذيذ طعامها وبشاشة أهلها، يستقبلونك بكل البشاشة والترحاب، تشدك رائحة الشواء. على الطريقه البلديه واهلها لا يذبحون الا الضأن ويتميزون في طهيه عن غيرهم من المناطق عندهم تتلاشى البروتوكولات يتساوى الزبائن الجلوس بارتياح فوق بساط مبلل من حبيبات الرمال الذهبيه ورائحه البخور تعطر المكان تشدك للتوقف في الله كريم المتاجر والكافيتريات والمقاهي تسهم في دعم خزينه محليه امروابه بالاموال التي تستقطع من اصحاب هذه المواقع لكن الشكوى لدى مواطني الله كريم هي ان هذه الاموال لا يعود منها شيء لدعم الخدمات بالمنطقه ورغم ذلك يحلم اهلها بان تصبح منطقه سياحيه جاذبه بعد اكمال بعض المنشات التي تخدم العابرين بالمنطقه وتلبي احتياجات الشركات الكبيره والرائده في مجال النقل هنا للاصاله جزور راسخه وللكرم ظلال وارفه السخاء يبسط رداءه للجميع والخير يطوق الارجاء فالمنطقة أصبحت ملتقى لأجناس متباينة وسحنات مختلفة ولغات متعددة. يسهر أصحاب المطاعم والمقاهي على خدمتهم حتى الصباح، لا تخبو أنوارهم ولا تموت نارهم. يضيفون إلى رصيدهم كل يوم جديد، وتتوسع بفضل ذلك المنطقة في مساحات من الرضا والقبول بقسمة الرزق الحلال. الكل هنا يجد طريق للعمل والكسب الحلال الخبرة والمهارة تخولك العمل في الكافتريات والمطاعم وأصحاب المعاصر البلدية يبيعون زيت السمسم النقي وآخرون يعرضون الصلصة المجففة والفول السوداني والسمسمية وغيرها ولم تخب دعوة أهل المنطقة عندما أطلقوا عليها اسم الله كريم، وبذلك أكرمه الله وأصبحوا بفضله كرما، وجعل لهم من صبرهم معاشا ورخاء، ونالوا بنعمته من الناس صادق الشكر والدعاء. شكرا جزيلا للزميل عبد اللطيف عبد الله على هذا التقرير الجميل من الله كريم. والله كريم اشتهرت بحيات كثيره في الشتاء ده الناس طوال حيتذكروا الطماطم يعني الطماطم الله الله كريم الطماطم بتبقى غالية ده؟ والله اتمنى انه الاسعار فعلا أن يكون فيها يعني انخفاض لانه الحكايه اصبحت فيها كثير جدا من المعاناه للناس هو عصب المطبخ يعني طبعًا. عصب الحله اه يعني الطماطم والبصل دي حاجه كده اساسيه طبعا اكثر خبره في الموضوع ده. بالتاكيد يعني الكثير من الامهات بيعانوا يعني من ربات البيوت في